اليوم انت من ممكن اشتري برضو اضافيه على البيج اوميجا والبيج او وبعدين ندخل بالبيج بي. طبعا كل هذا راح احكي عن الانديكيشنز هم رموز المقارنه بين الالجوريزمز كومبلكسيتي او ديفرنت الجوريزمز. تمام. طيب المره الماضيه طبعا احنا اخذنا اكثر من مثال، خلينا ناخذ كمان امثله ونشوف كيف ممكن نستخدم اللوجيكال جيسنج حساب الفالوز اللي حكينا عنها بالمحاضره السابقه اللي في سي وانزيو. حكينا مثلا بعلاقه التفكير علاقه الاف ام يساوي بيج اولا جيوبن. تمام. حكينا انه في فورمولا تبدي اطبقها احصل قيم السي والانزيم. بدايه ايش السي؟ من العلاقه بنحكي انه اف ام ليس ذان اور ايكوال سي جي اوف ام. تمام؟ حكينا انها علاقه بيج او الجي اوف ام بالنسبه لاف اوف ام هي ابر باوند ابر باوند. تمام؟ يعني هي دائما بدها تكون اكبر او يساوي اف اوف ام. بدي اقرا العلاقه من هون لهون. تمام؟ بحكي هاي كمان ابر باوند اذا بتكون اكثر او يساوي اف او ان. وعلى هذا الاساس حكينا انه انتربيع ممكن تساوي بيج اولى انتربيع. تمام. وبرضه ممكن تساوي بيج اولى انتربيع. وبرضه ممكن تساوي بيج اولى انتربيع مثلا لوج ان. وبرضه بتساوي بيج اولى ان تو ذا باور كي اي قيمه لكي اكبر من او يساوي اثنين. صح؟ يعني اي بولينوميال ايكوين. تمام؟ طيب هذا بالنسبه لل بيج او. طبعا اخذنا احنا مثال بدي احكي انتربيع وانتربيع. مثلا سالتك سؤال احكي لك في عندي انتربيع بدي اياها بتساوي او بحكي لك اثبت انها بتساوي بيج اولى ان تفعيل. تمام. وخلينا هون نحكي اثنين انتربيع. تمام. اثنين انتربيع بتساوي بيج اولى ان تفعيل. احنا المره الماضيه اخذنا انتربيع وانتربيع واثبتناها. صح. وجدنا قيم سي وان زيرو بوزيتيف فاليوز فور سي ان زيرو بحيث انه العلاقه تكون صحيحه فور اول ان فاليوز جريتر ذان او ايكوال ان زيرو. صح. الفاليو هي بقول لك اكسبتها. هذا طبعا في فورمولا انا بدي اطبقها. ايش الفورمولا حكينا؟ اثنين انتربيع ليس ذان او ايكوال ايش؟ سي سي ان تفعيل. تمام؟ طيب هون اتفقنا انه دائما بدي احل اوتوماتيكلي الشيء الافضل في حال استطاعتنا انه نخلي ان على جهه والكونستنت على جهه اخرى بحيث انه نوصل للعلاقه اللي هي فور اول ان جريتر ذان او ايكوال ان زيرو. فاحنا الفكره من حلنا انه نوصل لهي العلاقه انه تكون ان جهه وان زيرو جهه. لاحظوا اذا وجدنا علاقه ان يعني العلاقه تكون صحيحه لان اقل او يساوي قيمه معينه هون كونستنت. شو بحكي عن علاقه؟ بحكي عن عمليه صحيحه. بحكي عن عمليه صحيحه. شو انا بيهمني؟ الاعداد واي ان جروس تو انفينيتي. صح؟ اذا بيهمني انفينيتي تكون صحيحه. فلما اقول لك العلاقه صحيحه اذا قلت هي من اقل او يساوي كونستنت فاليو، هل الانفينيتي رح تكون صحيحه؟ مش رح تكون صحيحه. تمام؟ طيب نكمل هون. اثنين انتربيع زي ما تعلمنا اكس طرفي معادله على انتربيع ونقدر نقسم على ان انتربيع. ليش؟ شو قلنا؟ قيم بوزيتيف لان تعال معطيها بوزيتيف لان اذا زيرو مستثناء. تمام؟ اذا مشان هيك نقدر نتعامل مع او نقسم على ان او انتربيع او غيره. قسمنا على انتربيع هي راحت مع هاي اقسم على سي بصير عندي ان اكبر او يساوي اثنين على سي. قلنا هون في عندي انفينيت سيت اوف فاليوز. There's no unique set for the values of C and zero. مش عندي قيمة واحدة فقط لـ C و زيرو. بيكون في عندي أقل قيمة. هاي؟ اه. ولا شيء. بس ما عرفتش كذا تعمل انتربيع. هاي مرتين طرفنا اسمين معادلة طرفين معادلة على C. شو الفكرة؟ خلي N حكينا على جهة و كونستنت على جهة أخرى. هيك وصلت لهي العلاقة صح؟ شو معناها هذا؟ هاي العلاقة صحيحة لكل قيم ان اكبر او يساوي 2 على سي.
صح؟ إذا قراءتي زي ما المفروض إني أقرأها مشان أتحقق مصلحة المعادلة، مظبوط؟ هسا واحد ممكن يحكي لي لاحظوا في عندي تقريبا انفينيت نمبر اوف فاليوز لسي وين زيرو. واحد ممكن يقول لي سي اختار سي 1 المهم يكون بوزيتيف. واحد ممكن يقول لي سي يساوي 1 شو زيرو بتساوي؟ 2 على 1 وتساوي 2 هاي 6. واحد ممكن يقول لي سي بيساوي 2 انزيرو بتساوي 1 اللي هي 2 على 2. طبعا لاحظوا على الاختلاف يعني اذا بدي هذا امثله بدايجرام شو بصير عندي هون؟ هيك طبعا على اختلاف الايكويجن ممكن الايكويجن يكون خاطئ تمام ولكن بس مشان انا اعطيك فكره فرضا اعتبرنا انه هيك يعني في تموج بدايه ان زيرو بالحاله انا بحكي عن الكيس هذا تمام هذه شو راح تكون؟ ان زيرو تساوي حالة النهاية 2 صح؟ هاي الـ شو بدها تكون؟ اف اوف ان شو اف اوف ان بحالتنا؟ 2 ان تربيع هذا شو بده يمثل؟ سي جي اوف ان شو كلمة سي طلعناها هون؟ 1 جي اوف ان اذا 1 في ان تفعيل او ان تفعيل تمام؟ اذا هاي بس مشان نفهم انه شو بدي اعرفها لاحظوا انا بهمني اني احسب قيمه الزيرو عشان ما بهمني انا شو القيمه او شو العلاقه قبل هاي تمام بهمني ايش العلاقه بعد هاي القيمه مشان هيك لما عم بقول فرق بين انت تربيع وانت تكعيب قلنا له النص في حاله النص مثلا ان تربيع حتكون اكبر من التكعيب هل هذا يعني انه التربيع تكون نسبتها اعلى من التكعيب؟ لا احنا قلنا بهمنا ال behavior while n grows تمام؟ لحظة يا جماعة نفس السؤال اللي بدي احله باستخدام البيج اوميجا، البيج اوميجا رسمناه في الدايجرام تبعهم قبل هيك وقلنا انه هو عكس البيج او تماما يعني الايكويشن بس ايش بقلبها؟ عندي هون اف اوف ان بيساوي بيج اوف جي معناها اف اوف ان از ليس ذان اور ايكوال سي جي اوف ان طيب البيج اوميجا لما اف اوف ان تساوي تمام اذا تساوي اوميجا لا جي اوف ان شو معناها؟ انه اف اوف ان بيكون greater than or equal لاحظوا نعكس greater than or equal ايش؟ سي جي اوف ان او طريقة أخرى اللي بدنا نحكي عنها سي جي اوف ان less than or equal ايش؟ اف اوكي تمام؟ ليش عكسناها؟ هي هيك في علاقة، هي طبيعي في علاقة. حكينا هذا بيج اوميجا هو اي سنتر ديفيشن، البيج او اي سنتر ديفيشن، هذا له فورمولا، هذا له فورمولا، هذا له شروط، هذا له شروط، تمام؟ ولكن هم طريقتين يستخدمان ل مقارنة الالجوريزم، تمام؟ مقارنة الالجوريزم حلو؟ طيب وهسه بدنا نعرف شو العلاقات برضه بيناتهم هذول البيج اوميجا والبيج موبل بكثير من المتابعين رأيكم ناخذ احنا على اساس الاشاره هون هناك حكينا ان الجي او ان هي اكبر ضغط هون شو بتكون الجي او ان بالنسبه لك؟ لور ضغط صح؟ لور ضغط يعني الاف اوف ان دائما بتكون مالها اكبر او يساوي جي او ان اذا بدي اقراها من هون تمام؟ واضح؟ ان الجي او ان هون شو بتكون كمان مره لور ضغط لور ضغط طيب ناخذ نفس السؤال اللي اخذناه بدي اسالك نفس العمليه طبعا في خط اعداد وفي ان زيرو والعلاقه بتكون بدي احاول اوجد علاقه كل قيم ان فور اول ان جريتر ذان اور ايكوال ان زيرو نفس العمليه بدي اوجد سي نفس الشيء ما اختلف شيء ولكن بيختلف في المعادله فقط طيب عندي بقول لك اف اوف ان هل بتساوي او يعني هون نفس السؤال تو انترميع هل بتساوي بيج اوميجا؟ لا انت كيف؟ شوف يا جماعه رايكم مره ماضي اخذناها هل هي صحيحه؟ هل المثال لهذا هل الجي اوف ان هي لور باوند اف اوف ان؟ شو؟ هل الانت كيف لور باوند تو انت تربيع؟ لا اكيد الانت كيف اكبر من تو انت تربيع لان هاي علاقه خاطئه هاي علاقه خاطئه
has to prove it mathematically, ماشي؟ to prove the incorrectness of this formula mathematically. تأسس لك العلاقة صح؟ طيب شو العلاقة تحكي لي بينها؟ C بيقول لي G of N صح؟ يعني C ايش؟ N تفعيل ماذا؟ بدأ يساوي ايش؟ 2 تربيع تمام؟ طب وين نفس العملية؟ عن تربيع عن تربيع أقسم أرفع المعادلة صح؟ على N تربيع هاي راحت هاي راحت على C شو بصفي عندي؟ اقسم هسه على سي ضفي المعادلة وعندي ان على سي less than or equal to على سي over سي تمام؟ طب رأيك هل هي العلاقة صح صحيحة؟ شو حكينا؟ من الموجب بنحاول نبسط قبل ما نوصل ل الكونسيبت على صحيح بكره يا بن اكبر او يساوي كونسيبت هون وصلنا لاصغر لانه اصغر او يساوي كونسيبت اذا بسال حالي هل العلاقه هاي راح تكون صحيحه عند انفينيتي؟ لا غلط لا شو ما كانت قيمه سي حتى لو انه واحد اختار واحد على 100 بليون بالنهايه في قيمه اكبر من من 2 ضرب 100 بليون اللي راح تكون 200 بليون مش رايح تحقق عليها تمام؟ جميل؟ انا بدي احقق انه لكل كمان اكبر او يساوي كونسيبت على بين ما اوصل لانفينيتي هنا ما حقق على الظهر تمام؟ اذا بقول انه ايش؟ هاي هي على الظهر تمام؟ طيب المره الماضيه قلنا برضه في هنس ممكن استخدم انا اللوجيك ممكن استخدم المنطق الذي يعتمد على الماث فقط يعني العلاقه اللي اخذناها سوبر كيف اذا بقول لك 2 او 3 N تفعيل plus 5N هل هاي بتساوي big O ل N تفعيل؟ شو رأيك بتساوي ولا لا؟ بتساوي بدي أفهم أنا نفس اللي بدي كير بس نفس هو التفعيل وما أنا برضو عن تفعيل إنت كيف إذا في مساواة لحظة إحنا شو نفهم قيمة C نقدر إيش نغير فيها مشان نحقق صحيح المعادلة تمام؟ ولكن المعادلة صحيحة 100% صحيحة تمام؟ عشان نروح الكومبلكسيتي لل الرايت هاند ماشي كويس او سير او فورميلا وين؟ برضه اللي سوري الليفت هاند والرايت هاند ونشوف لو نشوف الكومبلكسيتي بينهم اثنين وبناء عليه نكرر هون عندنا هون التكعيب والطرف الاخر برضه ان تكعيب تمام؟ فكنا على هذا الشيء سوبر طيب بس نستخدم المعادلة نستخدم المعادلة لاحظوا عندي 3n تربيع ل n تكعيب بلس 5n لاحظوا اعطيكم مثال مشان علي انه مش دائما احنا من يكون او يكون سهل علينا ان نحل باستخدام الماث او الماث اكويجن مش دائما منتج عندي معادلة تربيعية وممكن اطلع جذورها او معادلة تكعيبية ممكن يكون في عندي تيرمز على سبيل المثال 5n كيوبيك ماينس 5n سكوير تايمز دوبل n حلو؟ هاي العلاقة بصير صعب اني انا احللها ممكن واطلع جذورها بناء على ما تعلمناه سابقا ماشي؟ هون بدي اصير استخدم لوجيكال جيسينج كيف يعني لوجيكال جيسينج؟ يعني يكون تحذير منطقي بناء يعتمد او بيس اون ماث حلو؟ طيب اذا هون 3s كيوبيك بلس 5n less than or equal ايش؟ c n تكعيب طيب يا جماعه لاحظوا هون عندي 3n كيوبيك وهون في عندي 5n مقسم عندك انا هذا التركيز انا بدي اعتبر انه هاي في صعوبه بالموضوع تمام بقدرش اقسم او ان في صعوبه فرضا انه مش 5n في عندي ان لوج ان تمام بصير اصعب انا هون بدنا نعتمد بدنا نفكر بطريقه ثانيه انه مش نحل ماثيماتيكيا بس نعتمد بالاسم تبعنا على الماث لما يكون في عندي مجموعه تيرمز هون
اختار السي هو لأنه يكون أسهل شيء إني أجمع الفاكتورز تبع التيرمز نص الفاكتورز خلاص؟ لاحظوا إذا بختار سي 8 إذا بختار سي 8 يترى 3 بلس 5 تمام؟ شو لاحظوا شو بصفي عندي 5n وهون 5n كيوبيك طبعا في حالة إنه سي يساوي 8 تمام؟ و100% أكيد 5n is less than or equal 5n is cubed for all n values greater than or equal 1. فالبناء دائما حاول يتجنبوا البناء اللي بين الزيرو وال1 لأنت تمام؟ بس مشان تكون في السيف سايد. إذا 5n و 5n كيوبيك اخترنا سي 8، ليش 8؟ جمعنا الفاكتورز المعادلات للتيرمز تمام؟ واحنا بنعرف انه هذا التيرم هو ليدنج تيرم وباقي التيرمز هم اقل منه فلما الليدنج تيرم يكون قيمته هي مجموع الفاكتورز 100% راح يكون مالها اكبر من الطرف المعادل اللي على الليفت هاند سايد صح؟ خلينا نكمل هسه اذا هنا بقدر اقول انه ان زيرو بتساوي 1 يعني الامثله الاخرى مشان توضح معنا الامور بشكل اهم طبعا ممكن واحد ثاني يقول بدل سي يختار قيمه اكبر من 8 وبرضه هو صحيح تمام ممكن ناخذ امثله ثانيه بس هاي المعادلات تجمعات معادلات مش تطلع 8 ليش طلع 6 قد يساوي 5 سنتي صرت الاسماء المعادلة صار 3 يصير 8 كيوبيك ناقص 3 كيوبيك شو يصير 5 يعني طب هون طرحنا من طرفي المعادله 3 كيوبيك راحت هاي وهون صفرنا 5 ان كيوبيك اه حفظنا السي تمام قلت لك هي السي تمام طيب ناخذ مثال اخر برضه من اللوجيك في الموضوع برايكم تعالوا نغير تغيير بسيط تعالوا نغير تغيير بسيط شوفوا كيف الموضوع ما هو راح يفرق معنا بدل الزائد هون ناقص بدل الزائد هون خلينا نحط ناقص تمام برايك شو اول قيمه للسي او بتخطر على بالك؟ لسي ستة سنة السبب مناسب حالة الجمع اجمع فاكتورز حالة الجمع الشغل المهم الثاني انه سي لل مخلص بلاش اختار مسالك قلنا لا بوزيتيف يا جماعة سي قلنا والانسر لازم تكون بوزيتيف فاكتورز تمام شو أول قيمة ممكن أختارها لسي؟ ثلاثة يعني ممتازة ثلاثة مين هي ثلاثة؟ ممتازة ليش ثلاثة؟ تصير أربعة لحظة يا جماعة إذا افترضنا إن هاي إكس بس دائما إكس ناقص واي 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 إز بوزيتيف أكيد لا تكون أقل أو تساوي إكس صح؟ عشان هون قاعد بطرح من إكس قيمة موجبة خمسة ناقص اثنين أكيد أقل من خمسة خمسة ناقص واحد أكيد أقل من خمسة ستة ناقص واحد أكيد بيكون أقل من ستة صح؟ يعني مباشرة أول شيء هذا الاسم مبني قلنا على المعنى مباشرة بقدر أقول إنه سي شو بتساوي؟ بقدر أقول إنه سي بتساوي ثلاثة صح؟ إذا صار عندي 3 ان كيوبيك ماينس 5 ان جريم ليس ذان أو إيكوال إيش؟ 3 ان كيوبيك صح؟ لاحظوا هاي هون اذا بدي اطرح بس هاي على 100% راح تكون صحيحه لكل قيمين بس ما انه انا بدي شيء موجب بجي بختار جريتر ذان اور ايكوال 1 راح تطلع جريتر ذان اور ايكوال 0 تمام بس انا ما بقدر اختار الزيرو لان زيرو صح؟ ممكن اختار قيمه نص راح تكون صحيحه تمام؟ ناقص 5 في نص راح تكون اقل او يساوي صفر صح؟ هاي راح تروح مع هاي راح تصفي ناقص 5 ان اقل او يساوي زيرو إذا أي قيمة لإل تمام؟ راح تحقق لي العلاقة أقول اجمع أنظر فايف من الطرف الآخر شو بصير عندي؟ زيرو أقل أو يساوي ايش؟ 5n اقسم على 5 شو بصفي عندي؟ n greater than or equal 0
إذا العلاقة صحيحة لكل قيم إن أكبر أو يساوي صفر، هي تمنى ماث، تمام؟ بس إحنا دائما البرنامج ما بنقدرش نفسره، التركيب مو موجود. ودائما قلنا خلينا نحاول نتجنب قيم إن صفر لو واحد ما بعرفش. خلينا نختار ممكن نختار 0 1، إذا واحد يقدر قيم سي، إذا هو سي بيساوي 3 وإن 0 بيساوي 1. سمحتوا أي قيمة أكبر من 3 لسي برضه بتحقق في الرقم. صح؟ برضه بتحقق. العلاقة سي بيساوي 4 برضه صحيحة، سي بيساوي 5 صحيحة، سي بيساوي 100 صحيحة، وان زيرو ممكن برضه تاخد قيم مختلفة. واضح؟ البيج اوميجا عكس ذلك تماما. البيج اوميجا عكس ذلك. يعني إذا جينا حكينا 2n سكوير مثلا بلس 5n، هل بتساوي بيج اوميجا لا n سكوير؟ طيب العلاقة هي ولا 2n سكوير بلس 5n بتساوي بيج اوميجا لا n سكوير، صح؟ بتساوي بيج اوميجا لا n سكوير. بدي اطبق العلاقة بصير عندي c n سكوير less than or equal 2n سكوير بلس 5n مباشرة. مين هو واحد مثلا يقول لي شو هم قيمة c؟ اختارها. سبعة لكل قيم ان وال ان يروش في الفيلم. اذا اول شيء ممكن انتم على بالكم هو تحسيبه ايش فين؟ على نفس الفورمولا انه اكس دائما لازم يكون اقل او يساوي اكس بلس واي. صح؟ واي واي از ا بوزيتيف فاليو. صح؟ فاذا مباشره اكس اذا سي بقدر اعتبره نفس النهايه، مضبوط؟ اذا سي بقدر اعتبره اثنين. ونفس نعمل هي إذا علاقة صحيحة كل قيم من أكبر أو يساوي واحد. هون شو بدي نستخدم؟ نستخدم لوجيكال كيسين، صح؟ based on the mathematical formulas، صح؟ تمام؟ واضح من الجميع؟ هي أخذنا مجموعة أمثلة، نحطها هيك كفاية. في عندي في عندك طبعا كمان أمثلة موجودة بالسلايدات، ترجع لها أمثلة إضافية. الكونتكست تبع النوتيشنز يعني ما بتاخدش على اللي ذكرناهم. نيجي للبيج ثيتا. البيج ثيتا فقط الفكره منها انها بتجمع بين هاد وهاد، يعني بتجمع بين البيج اوميجا والبيج او. يعني اف اف اوميجا بيساوي ايكوال بيج ثيتا او جي اوف ان، ذن اف اوف ان has to be equal to big O of G of N and has to be equal to big omega of G of N. يعني لازم علاقة البيج O وعلاقة البيج أوميجا يتحققوا مشان البي ثيتا يكون صحيح. تمام؟ من رأيكم متى علاقة البيج O والبيج أوميجا يكون صحيحين؟ يعني متى F of N بتساوي بيج O لجي of N؟ وبرضه بنفس الوقت تساوي بيج اوميجا الجوله. لما يكونوا اطباق نفس الاسم. يعني اذا بدنا نقول اف اوف ان تساوي ل جي اوف ان هي الحاله الوحيده فقط. صح؟ نعم انترميع بتساوي بيج ولا انتكريت. ولكن لا تساوي بيج اوميجا لا انتكريت. ليش؟ عشان انترميع لا تساوي انتكريت. ولكن انترميع بتساوي بيج او لا انترميع وتساوي بيج اوميجا لا انترميع. هاي الحالة إذا بقول إن الانترفيع بيساوي بيج ثيتا لا انترفيع لا بيج ثيتا، متى بتتحقق؟ فقط في حالة المساواة بالكومبلكسيتي بين الاف اوف ان والجي اوف ان، تمام؟ شو العلاقة؟ كيف بنمثلها بعلاقة رياضية؟ بتصير عندي لما أقول اف اوف ان بيساوي بيج ثيتا لجي اوف ان، شو معناها؟ معناها سي 1 جي اوف ان ليس ذان اور ايكوال اف اوف ان less than or equal to C2 G of M. لاحظوا هاي العلاقة شو بتمثل لي؟ هاي العلاقة ايش بتمثل؟
الاوميجا ممتاز جدا. الاوميجا وهاي العلاقه يا جماعه ايش بتمثل؟ هاي علاقة إذن يعني هاي العلاقة بتمثل بيك أوميجا وبالمقابل هاي العلاقة بتمثل البيك بو مشان تحقق صحة المعادلة إذا لازم يكون البيك أوميجا صحيح والبيك بو صحيح وقلنا هاي الحالة تكون في حالة واحدة فقط إنه الإف أو إن مساوي لـ يعني 3 إن تربيع بلس إن و 5 ان تربيع ماينس 3 ان هذول وتساوي علاقه البيك ثيتا. كيف بحل السؤال؟ فعليا زي كانه جاي لك سؤالين بيك او وبيك اوميجا. يعني بجي لك سؤال بثيتا بدك تثبت صحه العلاقه بيك اوميجا بتثبت صحه العلاقه بيك او. فرضا اوجدنا هون وهذا السؤال خلينا نشوف اذا انتم فاهمين. اوجدت انت حليت حليت عادي اوجدت سي 1 مثلا طلعت 2 حسب علاقة أنا أعطيك إياها وأوجدت الـ N0 لهي العلاقة بتساوي إيش؟ 2 بالمقابل للبيج O أوجدت أنت C2 بتساوي 3 مثلاً و N0 بتساوي 1 جميل؟ طيب أول شيء أنا أعمل هاي شو معناها هذا؟ معناها بيقول علاقة البيج أوميجا صحيحة لكل قيم n أكبر أو يساوي 2 مظبوط؟ وهو شو بحكي شو معناها؟ علاقة البيج O صحيحة لكل قيم n أكبر أو يساوي 1 إذا العلاقة ككل متى بتكون صحيحة؟ أكبر يساوي 2 أكبر أو يساوي 2 أكبر أو يساوي 2 هاي مش هاي صحيحة لا هي اللي أقل من 2 كيف بتقولي العلاقة تنصحها؟ تمام؟ يعني هاي عندي خط عدد لأن بيمثل لي هاي عندي 1 وهاي عندي 2 تمام؟ القيم من هون لما لا نهاية بتحقق أي علاقة؟ البيج أو والقيم من هون لما لا نهاية بتحقق علاقة البيج أوميجا متى الثنتين متحققوا؟ هذا يكون متحقق وهذا يكون كذا بدك العلاقة بتكون أنت بتقول إذا بتختار إيش؟ القيمة أكبر تمام؟ بلشنا ست نمبر 2 في السلايد تمام؟ طيب عندنا عندنا مجموعة كومبيرزون أوف فانكشن عشان نطلع بين العلاقات يعني شو العلاقة بين الكوميونيكيشن هذا اللي بيك او بيك تمام؟ طبعا في مسميات مختلفة في السلايد نمبر 14 هاي ست نمبر 2 اوف سلايد تمام؟ في ترانزيتيفيتي ريفلكسيفيتي سيمتري ترانسبوز سيمتري ماشي احنا طبعا اذا فاهمين شو الموضوع ما في داعي مش راح احكي لك مثلا الترانزيتيفيتي ايش هي او شو اللي بيمثل شو العلاقه اللي بتعطيني بيمثل الترانزيتيفيتي ماشي ولكن من فهمك انت تحفظها تمام او تكون فاهمها مش راح اجيب لك علاقه واقول لك شو هاي هل هي ترانزيتيفيتي ولا ريفلكسيفيتي ما مش هيك ماشي بجيب لك شيء بدون انك تفهمها يعني مثلا على سبيل المثال اذا حكيت لك اف اوف ان بتساوي F F of N equal big O of G of N and G of N equal big O of H of N تمام which of following is or are always true. وركز على
تساوي بيك ثيتا ل اتش اوف ام. خيار بي اف اوف ام تساوي بيك اوميجا ل اتش اوف ام. خيار سي اف اوف ام يساوي بيك او ل اتش اوف ام. وخيار دي مثلا نان او تمام تمام. نحن بقول لك which of the following statement or statements is our oldest one is our new terms. جميع الحالات تكون true. تكون جميع الحالات. شو ما كانت يعني مقصود شو جميع الحالات؟ شو ما كانت قيمة الأمة؟ شو ما كانت قيمة؟ شوف تمام؟ أو قيمة شوف أنا قايل لك وأنا معطيك ده هو فين بيساوي بيك ولا شوف أنا؟ وشوف أنا بيساوي بيك ولا شوف أنا؟ تمام؟ برأيك وهل العلاقة الأولى صحيحة؟ يا عيني عليك ممتاز. ممكن تكون صحيحة، ماذا ممكن تكون صحيحة؟ ايش اسمك؟ أحمد. طب أحمد ماذا ممكن تكون صحيحة؟ يمكن تساوي بعض حالة مساواة يعني حالة مساواة. إذا هاي في حالة واحدة اللي بشوف الحالات إذا هاي ايش؟ خاطئ. طيب هل الثانية صحيحة؟ اف اوف ان بتساوي بيك اوميجا لا ايش اوف ان؟ يا رجل شو رأيكم؟ هل يقوم بأن تساوي بيك أوميجا لا إيش وكذا؟ برضو لا دائما لا؟ لا إذا كان أكبر إذا كان في مساواة إذا كان في مساواة فهنا يكون مساواة لكن مش هو مش إذا برضو هاي طبعا طب سي هل صحيحة ولا لا؟ صحيح. مين موافق إنه سي صحيحة؟ ترفع يده تمام. مين معترض؟ مين بيقول سي لا مش صحيحة؟ صحيحة ولا إذا سي؟ ليش صحيحة؟ ببساطة إحنا جواب إن أقرب باوند لإف إن وإتش أوف إن أقرب باوند لجواب إن إذا بنقول أقرب باوند لـ إف أوف إن إذا على هاي بتكون صحيحة طبعا بتكون طبيعية. شو هاي الفكرة اللي بنسميها علاقة؟ هاي بنسميها للترانزيتيفيتي. أنا مش راح أجيب لك هاي العلاقة شو اسمها تمام؟ أنا بجيب لك إيه؟ بدون عارف واضح؟ برأيك هو لو الفيك هو هون هل هذا الحكي بنطبق على الفيك وميجا ولا الثيتا؟ لا هذا هو ركز وجاوب هل بنطبق؟ يعني لو غيرت الفيك أوميجا هو بالفيك هو هون لفيك أوميجا صحيح؟ يكون؟ تكون بيك ثيتا. سواء. ممتاز. ممتاز. في حالة بيك ثيتا إذا معناها اف ام بيساوي جي اوف ام بيساوي وهذا بنسميه ايكوال باوند. ايكوال باوند هذا اللي هو بيك ثيتا. اف ام بيساوي جي اوف ام بتساوي ايش؟ ايش اوف ام اذا كلهم بيساوي في حالة المساواة بيك ثيتا بتنطبق والبيك اوميجا والبيك او صح؟ كل شيء المساواة هي حالة من حالاتهم تمام؟ هي حالة من حالات البيك اوميجا والبيك او تمام؟ طيب في عندنا الريفلكسيفيتي مثلا بحكي لي انه اف اوف ان هي بيك ثيتا لنفسها صح؟ يعني اف اوف ان هي بيك ثيتا لاف اوف ان صح؟ هل هذا الحكي بينطبق على البيك او والبيك اوميجا؟ نفس الشيء اف اوف ان هي بيك اولى اف اوف ان واف اوف ان هي بيك اوميجا لا في عندي سيمتري وفي عندي جاي ترانسبوز سيمتري. مثلا بدي اعطيك سؤال اخر اعطيك سؤال اف اف اوف ان بيساوي بيك اول جي اوف ان اف اف اوف ان بيساوي بيك اول جي اوف ان نفس العمليه وشو بتقولوا ايه
statement or statements is always brought by always to. Taban, anyone more? I admit. Or if you don't talk. You open it. Isawi. The Tamweez. Isawi. With Ola. You open. Isawi. Big. Omega. Black. مين صح؟ مين صحيح؟ دي ممتاز. ليش دي؟ لا في هاي وهاي وهاي ممكن تكون صحيح في حالة المساواة ولكن مش دائما صح صح؟ الدائما صحيحة تطلق هاي شوف هم تكون ماذا؟ الأوميجا ليش؟ أنا عندي كيف؟ عنا الجي أوف إن أكبر باوند لإف أوف إن. طب إيش الإف أوف إن بالنسبة للجي أوف إن؟ إيه يعني؟ إذا صح؟ أنا أقول لك إيش بقول إن هو باوند؟ صح؟ إذا